أطلقت مؤسسة الجرح تحت مظلة التحالف الوطني برنامجا تدريبيا مكثفا للمتطوعين، ذلك بمحافظة الفيوم. يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني ملهم لتأهيل الشباب للعمل التطوعي. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلقت مؤسسة الجرح للتنمية المجتمعية برنامجاً تدريبياً مكثفاً للمتطوعين بمحافظة الفيوم ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتأهيل الشباب ملهم. النهاردة إحنا بنحاول مع المتطوعين إن إحنا نبني لديهم مجموعة من الأخلاقيات في إطار مدونة السلوك والأخلاقيات التي تحكم العمل التطوعي. هذه المدونة بتتكون من أو تتألف من مجموعة من القيم اللي سيتم طرحها على مجموعة المتطوعين، على اعتبار أن هذه القيم قيم حاكمة تؤسس لسلوك قويم يقوم به المتطوع أثناء تقديمه للعمل التطوعي أو مشاركته في أي فعالية من فعاليات خدمة المجتمع. بخصوص الندوة النهاردة اللي حضرتكم شفتوها، احنا بنحاول في مؤسسة الجمال الجارحي وهي عضو أساسي في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بتأهيل الشباب المتطوع وكيفية تدريبه وإثقاله عشان يقدر الشباب دول يقدروا يواجهوا المجتمع بأمور وأوضاع أحسن من الأول. بنهدف إن احنا نأهل الشباب المتطوعين ان هم ازاي يقدروا يبقى على قدر من الكفاءه في العمل التطوعي والتنميه المجتمعيه. كمان بنعمل تدريبات ان هم ازاي يكون قاده تنظيميين، فالهدف ان الشباب يكونوا على قدر من الكفاءه ان هم يقدروا يعملوا كل الكلام ده في حياتهم بعد كده. في الحقيقه انا سعيد جدا ان انا النهارده موجود في لقاء هادف وجميل زي ده. احنا بصدد إطلاق النهاردة أول برامج العمل التنموي داخل محافظة الفيوم، وهو البرنامج الوطني التأهيلي لإعادة أو لبناء قدرات شباب المتطوعين. وإحنا طبعا انطلاقا من إيماننا في التحالف الوطني بأهمية المتطوعين في العمل التنموي، تم إطلاق البرنامج ده، وكان إن شاء الله كمان في مجموعة من البرامج إحنا بصدد التجهيز والتحضير ليها. ففي الحقيقة يعني إحنا سعداء جدا إن إحنا بنزف هذه البشرة لشباب الفيوم، ونتمنى إن شاء الله متابعة البرامج التانية إن شاء الله. برنامج مؤسسة الجرح لتأهيل المتطوعين يشارك به نحو 200 متطوعا من محافظة الفيوم، إلى جانب عدد من المتطوعين من المحافظات الأخرى. حابة أشكر مؤسسة جمال الجرحي بسبب التدريبات اللي هي بتقدمها لنا، زي التدريب النهاردة هو تدريب تفاوض والإقناع والتفاوض والتنظيم الميداني. التدريب ده احنا من خلاله ان شاء الله هنتعلم ان احنا زي ان احنا نتكلم في الشارع اكتر، وده مش تدريب، مش اول تدريب. احنا عملنا تدريبات كتيرة جدا، من ضمن التدريبات دي بقيت اعرف اتعامل اكتر في الشارع، بقيت اعرف اتعامل ازاي مع اللي قدامي اكتر عن الاول. الحاجة دي فادتني كتيرة جدا، وبحب اشكرهم لان الحاجة دي بتكون مجانية تماما. حابة اشكر المؤسسة على كل المجهودات اللي كانت بتعملها لنا، والمجهودات دي بتتمثل في تدريبات مكثفة، منها تدريب تنمية قدر التطوع والسلوك الإنساني، وتدريب النهاردة تنمية مهارة التفاوض والتنظيم الميداني. طبعا أنا حابة أشكر المؤسسة جدا على التدريبات اللي عملتها لنا، لأن هي أفادتني على المستوى الشخصي. بحس بصراحة وأنا في العمل التطوعي بحس بروح المبادرة، المساعدة، المشاركة، التعاون، تقبل آراء الآخرين، حاجات كتير بصراحة اتعلمتها من المؤسسة. تأهيل الشباب للعمل التطوعي يأتي في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته.